الاجراءات بقى يا استاذ مصطفى، حضرتك اتكلمت عن ان انت في دراسه اجرائيه، الاجراءات كده عايزين نفصلها للشركات، هيبداوا ازاي وهيعملوا ايه وكيف يستعدوا للموضوع بتاع بريكس. تمام. وطبعا زي ما قال استاذ اشرف، احنا هنبقى في مرحله اللي هي ما قبل نظام السداد، اللي هي مرحله المقايضه. وحضرتك تسمع لما تيجي تسمع النظام المقايضه في الميديا وفي الاعلام، تحس ان الموضوع بسيط وسهل، هو مجرد ان انا هديك 2 كيلو رز وتديني مقابلهم بطايه يعني. فلا، هو الموضوع مش بالبساطه دي، هو الموضوع بيبقى صعب لان الموضوع فيه اكتر من دوله وفي الموضوع اكتر من عمله، فالموضوع مش يعني هو اكبر من تبادل سلعي، يعني اكبر من انت مثلا بتديني حاجه وانا باخد حاجه مكانها. لا، المقايضه ده نظام قديم اصلا. ده هو نظام قديم، بس هو دلوقتي المفروض يكون نظام بيطلق، يعني بيقولوا عليه نظام مقايضه حديث. فده ازاي بريكس بقى تحل النقطه دي تحديدا، لان مشكله يعني. هي حتى احنا دلوقتي هنشتغل في القصه بتاعت انه يعني احنا دلوقتي لو بندر هنضرب مثل ان لو في شركه عايزه تستورد حديد من مصر، واحنا هنصدر للدوله ديت مثلا روسيا، هنستورد منها حديد وهنصدر لها طماطم. السؤال هنا انت ازاي هتحل المعادله دي؟ هي الشركه اللي عايزه تستورد الحديد دي هي عايزه حديد، والناحيه الثانيه الشركه الثانيه مستنيه مقابلها يا اما فلوس يا اما بتدي له مكانها بضاعه. فلو انت هتصدر لها مثلا، هتصدر لروسيا طماطم، هل الشركه الثانيه بتاعت الحديد المستورد بتاع الحديد، هل هو مستني الطماطم؟ لا، هو مش مستني طماطم، هو مستني يا اما الفلوس يا اما تديله مقابل عشان يقدر يدفع بيها تكاليف الانتاج بتاعته والتزاماته التشغيل والتزاماته. فهو مستني الكاش اللي هو يقدر يشتغل بيه ويدفع بيه تكاليفه. فالسؤال بقى هنا، المفروض ان احنا عندنا تصور انه يقدر يعني يغطي المنطقه دي. هيعمل ايه بقى الشركه، تعمل ايه هنا؟ تبدأ من نقطة البداية. تمام. هو احنا التصور بتاعنا انه الشركة هت 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 الشركة اللي هتستورد الحديد من هنا هتاخد هتدفع الفلوس بتاعتها للبنك المركزي او الجهة المختصة بتطبيق بريكس. تمام. هتدفع له بالعملة المحلية. انا اتفقت معاك عن ان الحديد ب10 دولار، هدفع ما يقابل الحديد بالعشرة دولار دوت بالجنيه المصري للهيئة بتاعتي، اذا كانت البنك المركزي او الجهة المختصة بالموضوع. والجهة دي هتخاطب الدولة التانية، البنك المركزي التاني بتاع روسيا، وتقول له انت انا هستورد منك حديد، فهنحط على الشاشات ان الدولة بتاعتنا هيبقى عليها العشرة دولار. تمام. وبالتالي البنك المركزي بتاع الدولة اللي هناك يقول يدفع الفلوس بتاعته للراجل المصنع بتاع الحديد. فيبقى اللي في مصر دفع بالجنيه، والموجود في روسيا الناحية التانية دفع فلوسه خد فلوسه بالروبل بالروبل الروسي. فبالتالي ما بقاش فيه طلب على الدولار أو العملة الأجنبية أيا كانت. فهيبقى مجرد إن الدولة دي عليها الـ10 دولار، والدولة التانية المفروض تسددها أو تسويها مع أول تصدير.